سيداتي آنساتي وسادتي، هذا المشموم تيست. عندكم شكوك في العلاقة، نعيطوا معكم نجربوا معكم. ممكن معلوم شي ما أخبارك؟ صافا لاباس عليك؟ لا وانت يا صحة لاباس؟ الحمد لله ميرسي بوكو. ايك لاباس مالك مع نور الدين؟ انا نور الدين دابا حنايا غلاسيون صافي 6 mois 6 mois et demi دابا. باقي جديد هادشي، باقي زوين خصو يكون، باقي زوين زوين ميكسو زعما خصو يكون كلشي وحدك ما كاينش شكله والو. ما هو راه شوف راه ما خص كيدير ليا علاش نشك، فهمتي؟ انا ما كنبغيش نشك، ولكن كيدير علاش نشك. وفايت ديجا حكيت عليه الغدر، وقلت كيف ما قلتي، وقلت راه العلاقه باقا بنيكتها ماشي مشكل وهذا يلاه كيعرفني وهادي و سي با غاف. ولكن دابا داكشي ولا بيغ، ما بقيناش كنهضروا ابل الوغ كو حنا اون فولاسيون ا ديستانس. انتما ماشي في السمدينه؟ واخا الوغ منين نعيط له ونهضر معاه قالت لي يهضر معايا 5 مينوت وكنبقى نسمع. عارف فاش كتكون كتهضر مع شي واحد كتبقى تسمع على ميساج كيدخلوا كديرها مزيان من قوت ما سمعتها وليتي كديرها مزيان لي نوتيفيكاسيون. لي نوتيفيكاسيون علاش بدات كيقول لي لا راه هادي شويه، ولا كيقول لي راه ما بقيتش كنقدر نهضر ابيل، وكيبقى كنحس بيه بدا كيتهرب. الوغ بغيت نعرف راسك من رجليا كيف ما كيقولوا. واخا العلاقه باقا جديده، كيفاش تلاقيتي مع انت يا ريا شيماء؟ تلاقيت عن طريق صاحبتي. عن طريق صاحبتك عن بعد؟ صح. لا صاحبتي عرفتني عليه وكنا تلاقينا ابخي وصافي. واخا واخا شيماء، انا عيطوا لنور الدين خاصك لابد تهضري معاه في الاخر باش ما كان. واخا داكوغ عيطوا، تسمعوا فاش نعيطوا له شفت حنا غاسم. الو الو السلام عليكم، اش اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يخليكم معايا. نقدم لك راسي سيدي، معك فاتيم شركه ورد المغرب. احنا واحد الشركه كنبيعوا الورد، ومره مره كنديروا واحد القرى صغيره، وراه تعزلت نيميرو التليفون ديالك وربحتي معنا مشموم ديال الورد. لما تبغيتي دي الا كنتي خاطب شي وحده مزوج في علاقه مع شي وحده، ديال فرصه ديالك باش تصيفط لها البوكيت فلا تكون اول وحده جات في بالك. اجدن بم دوماج ما سمعناش بف 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 ما سمعناش بف 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 بف. لا كيحيد كيقطع الكونيكسيون. كيفاش؟ واخا دابا كيكون في الخدمه كيقطع الكونيكسيون. واخا تجرب وغادي معلومه، راه عيطوا للمره الثانيه معلومه. الو وي سيدي، تقطع لي الخط. شكون اول وحده جات في بالك؟ المدام ديالي. شنو السميه ديالها؟ مريم العمراني. شحال انتم مزوجين؟ موشي حاجه، راه ماشي مول التليفون اللي تيهضر معاك، هذا صاحبه بعدا باش تعرفوا. وفين هو مول التليفون؟ ايوا شتي هذا هو اللي وقع هنا فين كاين الاشكال. ما كاينش اشكال اخر. ما كاينش اشكال اخويا، درتي لنا لاسانسور. شخباركم نور الدين بخير؟ كي دايرين؟ شوف يسمع غيت مع مشو ممتاز. قال لي هذا راه شي برنامج ولا لا اسكت. قال لك شي واحد باغي يتيستيني. قال اخويا صرت مشو للمدام مالها واش والله العادي ما تشريش. برافو عليك والله، برافو عليك برافو عليك صافي. انت مع شوف السي مومو. نعم واش تصيفطوا للمدام ولا صافي بلا صافي دابا انت لا ماشي اقلبها. دابا انت غتسول نور الدين نتايا، سولو قول لي كاين واحد السيده اللي معيطه لنا باش نعيطوا عليها باش نجربوا شكون هي. شكون؟ ودابا نور الدين راه هذا هو الاشكال. شوف هو غيسمع مو ارتي دابا. شوف والله ما نكذب عليك، شي غير لو سي ديال تشوف وجهه دابا مظلك حشمان بالله. حنا صحابو دابا حصل ياك حصل صافي حصل والله الا حصل. الله يحفظك اخويا. شو سميتك انت؟ انا سميتي عثمان. عثمان ابو عزمان. شين دابا انت واحد اللي زوين بحال صورتي لنا اللقطه دابا، صور دابا تخيلنا نور الدين كيفاش زاد دابا حصل دابا ياك حصل. شوف انا نقول لك هو دو جونغ لي سمامر بكثرت ما هو سمامر تيولى واحد اللون ما تعرفوش صفر ما تعرفوش احمر. ما تعرفش اللون ديالو بوجهه دابا غير سول الله يرحم باك. لما سول قول لي غير واش قول لي واش والله الا تحرك من حدايا هو باغي هو راه يسمع
لا قال لك هكا خذ كارون جاوب انا صيفط للمدام اذا كان هو هرب هو مشى لا صافي هرب وحش عرفتي دابا فهاد لوكا هذا دابا ماشي لا ماشي مزبل دابا حنا جوج ربعه سته صحاب واقفين غيخلص عندنا الغدا بسته فينا حطل قيطي حطل قيطي صافي سيد هرب سيمع شاطر سيمع شاطر والله شوف سيدام والله كل واحد تي 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 سير السيد والسيد راه سيمع سيمع ما كاين سيمع سيمع قول لي هضر معنا نور الدين قول لي هضر معنا قول لي هضر معنا ما يحشمش ما يحشمش ما تحشمش كفايه احنا في كفايه هكا والله الا حشم على خيبهم قول لي شكون معايا تلقى باش تضربوا شكون سيمع سيمع مع مومو سيمع لا باش سيمع قال لي تحفظ على الاجابه كيتحفظ بغا الجوكر ياك بغا الجوكر استعانة دابا هو دار استعانة بصديق في المشمون تيست دابا دار استعانة بصديق هادشي اللي كاين اخويا دابا قول لي شكون واش 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 سيما سيما صاحبي مومو سيما اوكي سيما في اين مدينة سيما رباط رباط يا سيما العاصمة واخا خويا شيما العاصمة انت يا شيما العاصمة انا شيما العاصمة صافي شيما شيما ما تفرطيش فيها شيما ماما اخو ماما حبيبي يخلصوا دور كيرا شيما لا لا يخلصوا دور دينا خويا لا لا شيما اوكي صافي الله يكبر بالخير سلموا عليه سلموا على اول في اخباركم اول مره توقع في قصه المشموم تيست ماشي اللي هذا الاستعانه بالاصدقاء الاستعانه بالاصدقاء زوينه هذه تهلاو بايا زعما خويا بصحتكم بصحتكم الغدا شوف حقنا في الجنه صافي مرحبا مرحبا الله يحفظكم اخويا شكرا بزاف شرفينا اخويا سلم على نور الدين فوقاش فوقاش المشروع نتفرجوا فيها قريبه قريبه تنصر قريبه تنصر ان شاء الله صافي اخويا تفرجوا فيها مزيان تعجبكم زوينه ديما نور الدين شيما شنو بالك يا شيما زني بك تشكل ولكن ما عرفتش حيت تشكل واحد لازي طاس ما كاينش ما ماشي مجدد سميتي من الاول بقات سوا بقات شويه زعما بقاو يفكروا بقاو يفكروا من بعد زعما انا جاتني طبيعيه جاتني طبيعيه زعما تقال هو حشم دابا هو حشم فاش عرف خلا خدا لي صاحبو خدا التليفون هو اللي جاوب فاش جاوب والمهم المهم فكري مزيان خمي مزيان نور الدين اللي ما هضرناش معاه اول مره نعيطو شويه في مشروع تيست وما كنهضروش معاه هو بركه من صاحبو كيهضرو معاه واخا دابا اللي وقع انا نقول لك شنو وقع تدي سمعتو مزيان واحد لقيتها شيماء كازا تكاز وكما شي ولي قال قالوا صحابو ما لقاها شيماء الرباط صحابو ما عرفينيش انا بالضبط فين ساكنه ولكن عرفوا سد النواحي وصافي ايوا صافي حيت هما دابا في الشمال واخا واخا شوف دابا فكري مزيان الاحساس ديك من بعد هادشي اللي وقع شنو ما عرفتش من واحد الناحيه راها بحيت حيت قالت سميتي ولكن واخا هكاك المهم المهم نهضر انا وياه وديك الساعه يكون خير المهم حاجة ما تنساش الحاجة سميتك هي الوحيدة اللي تجبدات ماشي سمية واحدة أخرى فهمتي سميتك الوحيدة اللي تجبدات سميتك السمية الوحيدة اللي تجبدات صحابو كاملين قالوا سميتك أنا مزعورة أنا شو أنا غادي نسول الناس والمستمعين والمستمعات شبان لكم في بعد المشروع هذا واش فيريفي ولا ماشي فيريفي 0530 330 330 0530 330 330 او نودو سربي وراكم ما تعطلتو وراكم سمعتوا الماش ممتاز شنو بالكم في الماش ممتاز ما رايكم هادشي راه مش ممتاز تخي 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 سبيسيال الصباح عبد العالي صباح عبد العالي شخبارك اخويا بخير فهم الله صباح النور خويا مومو صباح النور غزال كلشي بخير اخويا الحمد لله كلشي بخير على خير اخويا الحمد لله مرحبا اخويا عبد العالي انت اش بالك في المشموم تيست بان لي يا اخي المشموم تيست اخويا مومو ان المشموم فيريفي طالما ان الدائر اللي معاه صحابو تكون سميه وحده ما كاينش قوه التسميات ما كاينش لاخر وخا تكون زعما ماشي مدينه ولكن المهم تكات سميه وحده وباينين دايز زعما اللي هما سطابل باللي الدري مزوج وقد يكون عنده وليدات باللي سطابل ودايين نقيين زعما ماشي زعما
لا واحد ديال التفليه باينه. لا شوف المشوبه ديال تريس تري سبيسيال زوينه. اول مره وانا نهضر ما نهضروش مع داك اللي معايا تنجربوا صحابو هما اللي دافعوا عليه وقال لي فوالا دو البلان. اول مره غادي تعيط لواحد يلتق مجاوبك واحد. انا فين قال لي باللي مزوج تخلات ويلي مزوج هذا. ولكن طالب قال صحابو باينين نقيزه ماشي واحد صحابو زعما نقيين ترونكيل. لا يكون ما يكون غير حشمة يكون حشمة حشمة الدار وما هما اللي البورت بارول ديالهم. وزعما كنقول زعما باللي شي ما عطاها فيا احسن زعما منا زعما طلبت ديال الحشم. فوالا فيريفي كما قلت لي انت يا خويا. الله يكون بخير الجميع اخويا. الله يكون بخير الجميع. الله يحفظك اخويا عبد العلي ان شاء الله. شكرا عطيتنا من الرباط. شكرا لك رزاز. شكرا اخويا لبنان. شخبارك كلشي بخير؟ لاباس الله يبارك فيك. الحمد لله ربي يحفظك. مرحبا لله. شكرا يا تمكناس. كلشي بخير ولا بخير؟ الحمد لله ربي يحفظك. شكرا الله يبارك فيك. كي جاك المشوم تيست اليوم؟ زوين عجبني بزاف. سيد كيهضر صريح يعني مازال الحشمه مازال الحياه مازال كلشي عجبني. يعني ما بقاش قوة علينا قوة البنات ولا كذا. يعني هضر عليها نيشان غير السيدة خاصها تكون ثقة في النفس. ايوا شوف هذا هو الحب. وهذا فاش كيقول واحد كيبغي طبيعة الحال كيبغي زعما يزيد اكثر في لا دوز ديال الحب ديالو خصو يعرف يتاكد من الاخر انه راه من طبيعة الحال. من طبيعة الحال السيد كيهضر صريح. صراحة الله السيد كيهضر صريح. هادشي اللي كاين لبنى. الله يجزيكم بالخير على الجميع. شكرا لبنى. شكرا تم كناس. شكرا لك. يامين شكرا ربي يحفظك. شكرا. مرحبا مرحبا لا مرحبا. ديروا معنا الماش ممتاز 035 330 330 035 330 330. انساتي وسادتي هذا المشموم تيست. عيطوا معاكم نجربوا معاكم عندكم شكوك في العلاقه ممكن. زكيه شبارك زكيه كلشي بخير؟ الو السلام عليكم سي ماما صباح الخير. السلام مرحبا زكيه. بغيت تجربي يوسف. ربي يخليك بارك الله فيك. انتم مخطوبين؟ مخطوبين وبقات لنا غير شهر ونص باش نديروا لك دماغياج. الله يكون بخير. ياك لاباس علاش بغيتي تجربي علاش بغيتي ديري مشموم تيست؟ ما نكذبش عليك اخويا ماما تبدل عليا بزاف بزاف بزاف. وكنت غير كنعيط ليه صراحه في بلاصه كيجاوبني. مي هاد الايامات دابا دو سيمين ما بقاش كيهضر معايا ما بقى والو. ما عرفتش شنو كاين والله ما عرفتش شنو هو. واش تخيط على العرس ولا جوج سيمانات ما هضرش معاك؟ دو سيمين حتى شي اخبار والو لا ميساج والو ما والو. شكون اللي كيوجد العرس انت ولا هو؟ لا لا بجوجنا صراحه بجوجنا بغينا بعدياتنا وبغينا نكملوا في الحلال. الله يكون بالخير. شكون كيوجد عرس؟ عائلتك ولا عائلته؟ بجوجنا صراحه كتعاونوا معاونين بعدياتنا. وما سولتيش والديه ما سولتيش عائلته فين هو؟ سي سولته قالوا لي علاش ما كيدويش مع بجوجنا ما كنعطيهمش تفاصيل صراحه. هادشي كيبقى بينه وبينه. انت ما قلتي لهم والو. كنبغيش ندخل عائلته وداك الشيء. زكيه جوج سيمانات ما هضرش معاك؟ جوج سيمانات. ما شفتيه ما كاين ميساج ما كاين تعيطه والو. نو نو والو. عيطتي عليه التليفون وشاعل؟ سي التليفون وشاعل. وايلي والله. وات وات. هو مطلق عنده جوج وليدات سي ياك. وانتم هادي عام وانتم مخطوبين. انت اول فاش تعرفت عليه في الاول الخطوبه خطبك؟ خطبه صراحه. غتعرف عليك تلقى معاك مشى خطبك من عند والديك؟ ما دوزناش بزاف شي ما كملناش عام تقريبا صافي تخطبنا. ودابا قررتوا تزوجوا دايرين التاريخ ديال العرس دايرينو مجدينو. وجوج سيمانات والو. وي جوج سيمانات ما هضر معايا ما والو. فاش كنتو كتهضروا على العرس كيفاش حسيتي به؟ كان متحمس هو؟ كان باغي؟ صراحة باغي وعاجبو الحال وباغيين بعدياتنا بجوجنا. ما فهمت علاش تبدل عليا بزاف ماشي زعما غير شوية. نعيطو نسقسيو في يوسف نشوفو يوسف فينا هو ونتمنى الله يكون بخير وعلى خير. هو بخير وعلى خير ان شاء الله. نو نيوز از جود نيوز. طيب ما درتي التجربة ديال تعيطي من واحد اخر ولا لا؟ تاع تليفون وشاعل ما كيجاوش. واش غادي يجاوبنا يوسف؟ هذا هو السؤال. ما جاوبش غادي يجاوبنا حنايا. زكيه زكيه انت وما جاوبش هادي جاوبنا حنايا. واش كيقطع لك اخويا ماما؟ كيقطع لك كيقطع لك بلا بلا كيقطع لك واقيلا خدام ولا ما هادي جوج سمعت خدام ما حبش ما نعش ما كلاش ما دار والو. ما ضروري. واو قصه غريبه زكيه بزاف.
انا ديفورسي وزعما بغينا بعدياتنا ماشي زعما ما عرفتش والله هذه الدفه ما تبت ليا بزاف 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 ما عيطت ما والو. انت انا ما خاصكش مش وانت خاصك مختفون والله ما كذبتش وانا خاصني ما يمكنش انتوما عندكم الزواج قريب جوج سيمانات غبر اختفى والله العادي والله الا يدو سمان دابا انت ما بغيتي تقولي والو لوالديه وعائلته باش ما انا ما بغيت نقول ما بغيت نقول والو العائل لا فامي ديالو صراحه اين باقي وقع شي مرتي كيبقى بينو بينو هما كيشوفوه سي كيشوفوه كيهضروا ما كيهضر معايا اختو امو صراحه على اساس انهم كيشوفوه كيتلاقاو معاه ولكن ما كيقولوا لي كيدير تخرجي تشوفي وصافي كنقول لهم ما كنبغيش نعطيهم زعما ندخلهم حتى ما فصلوا المشاكل ديالي فهمت كما انت احتراما لهم ما بغيتيش تبرصتيهم وتا هو ما يعجبوش الحال من بعد حيت غتقولي انت هي الدار انه راه ما بقاش كيجاوبك في التليفون ولا قبل ما يعجبوش الحال يعني قلت الاحسن ايوا كنفكروا بعقلنا بس انا نعاود نعيطوا ليه اللي بغيتي اسمه الو والو انا اختي زكيه هادشي عمري ما سمعته فاش سمعته معناتها الواحد يا اما الله يحضر السماء وقع عليه شي مشكل يا اما مبقاش باغي وهربان بحال هكا وليتني كنت نادم مع الحال ولا شي حاجه هادي جوج سيمانات تخبر على السيده اللي انت غتزوج بها ثلاث شهور عندكم العرس وعندنا ان شاء الله في لومار في مارس قبل رمضان قبل رمضان ان شاء الله بلاتي تسولوا الناس المستمعين والمستمعات شبان لكم في القصه الذكيه 0 35 330 330 330 انا كنهضروا باش ممتاز دخلنا بحاجه اخرى 0 35 330 330 330 شبان لكم فهادشي القصه ديال الذكيه هضروا معها تكلموا معها عيطوا ستوندار اذاعه ادخلوا 0 35 330 330 330 وخصوصا الناس اللي عاشوا نفس القصه وقعت لكم راه نسمعكم ذكيه ونسمعكم دابا شويه على اذاعه ادخاديو هادشي اللي سمعنا في باش ممتاز غريب وعجيب مساله القصه ديال الذكيه الزواج قريب جدا عيطنا باش نديروا المشوم تيست مع السيد اللي كنعيطوا ليه ما كيجاوبهاش ما غاديش يجاوبها حتى حنايا ما رايكم في هادشي اللي سمعتوه في القصه ديال زكيه خبره جوج سيمانات نو نيوز ما تمشيش نو مختفون بيزار وي تري بيزار تري بيزار شنو معناتها خاصها تفهم خاصها تفهم ولا والله يحفظ وقعت له شي حاجه راه عيطات لعائلته ما عطاوها تخبار لا ما قال والو شنو قال صافي غتنادم مع الحال هذا هو الوحيد اللي لقى هو انه يهرب حيت ما عندوش لو كوراج باش يقول له ما بقيتش باغي كاين بزاف اللي كيتفارق بحال هكذا صافي شي ما عندوش المواجهه ما كايناش ما يقدرش ما يقولش شنو تقولوا زكيه انتم شنو فهمتوا من القصه ديالها حيت ما مرات كيكونوا شي حوايج باينين ما كتبغيش تاكد وحيت الله على ما كتعرفش ما يبغوا المنطق ما المنطق لا لوجيك كتقول بون الزواج قريب توجد قريب يعني معناتها انه زعما نقولوا كاع واخا ما يكونش الزواج يغبر عليك شي واحد جوج ديال السيمانات ما يعيط ما يجاوبك ما والو يعني صافي زعما تيقول لك فهم راسك ما كاين ما لا خصك سوا بحال بحال هادشي اللي هذا هو الفرق في العلاقات في الاول الشخصين بجوج كيتفاهموا ما يكونوا بعضياتهم الفرق واحد هو اللي كيقرر قليل باش بجوج كيقرروا ما يتفارقوا منيا اش اخبارك كلشي بخير الحمد لله كلشي بخير امومو انت صافا الحمد لله مرحبا لاله كلشي بخير شكون كتعتبر مراكش مرحبا لاله شو بتقولي لزكيه انا بالنسبه لزكيه داك السيد ما بغاهاش بغا يسوسها ما بغاش تفهم راسها من الاخر حطاش بنادم يغبي عليك جوج سيمانات ما هي يومين ثلاث ايام جوج سيمانات عاد بزاف الخلعه قالت لك واقيلا مخلوع السيده ديجا مجوج ومطلق وولد عنده جوج ولد يعني كان الخلعه تدوزهم ما يمكنش غتخلعوا انه غيتزوج راه خاصو سيرتو السيده اللي كتقول انهم كيبغيو بعضياتهم راه اي لوجيك وسيرتو كان داك الفيلم ديال هيز نات انتو يو كيقول واحد المقتبس يقول لك الا بغاك واحد كيقول للراجل باش كيبغي بغى يسول غيسول ما بغاش يسول ما سولش دونك ما سولش غادر ما كيعطيك الاخبار تليفونو كيصون كيقطع عليك هو دونك راه هو ما بغاش بغى كي قال حاتم دابا ما عندوش لو كوراج وداك السيد نالو عطاك كلمه ما وفاش بكلمته يعني رجل تو شكك ما يمكنش عطاتيني كلمه هذه او موا او موا غادي تسمعي اطابس هاد الناس راه ما مسلكنيش هذا الظروف نورمالمون الفو اكسبليكي باش انا هاد السيد انا واخا كاع يرجع من بعد غنقول له شوف اولد الناس الله يعاوننا ويعاونك ما مسلكنيش دابا العلاقه بشكل دابا دابا هادي حيت تبقى زكيه تبقى مخلوعه تبقى مخلوعه يخبر عليها عاوتاني شنو طردو كاع مومو دابا جا وقال لها تمشي ليا وهذا كون اكيد واحد نعطيني غير ربع على شهر واحد نعطيني غير ربع على شهرين فين ما يعجبو الحال غيهز ويزي وتبقى ديما هاد السيده هادي مسكينه كتسول فينا هو مات فينا ولا سلامتها النفسيه اهم من انها تتزوج
كاينه. انا بوغ مو انا بالنسبه ليا ليها تهلا فراسها تجمع داكشي الا جاب لها شي حاجه في خطبه جمعه غتمشي تكون على امو خالتي هاك هادشي ديال ولدك كل الله يعاوننا ويعاونك هذه المره غير يكون راجل يجي ديريكت عفعيل ماشي فعيل وسالينا صافي هادشي اللي كاين غترتاح مع راسها ما كاينش بقات تسول وتطعيه داكشي داك لينيرجي تخليها لراسها تمشي تطلع فراسها تنضر بغيت نعس كاع باغي نعس مع راسها كتبقى مسكينه تفكر فين مشى فينا هو علاش ما علاش هو واحد اللي ما يفكر لكش هكا سي با لا بين كاع دابا راه كاين اللي كيتخلع كاين اللي كيتخلع من الزواج حيت الزواج بالنسبه ليه نهايه باش كيشوف راسو غادي يتزوج صافي غادي يدير العقد وغادي يتزوج وغادي يجلس بالنسبه ليه صافي راه نهايه سي لا فان هي راه ماشي النهايه هي الكماله هي بدايه ديال حاجه اخرى مونيا شكرا لك مراكش شكرا لك الله تبارك الله عليك ماشي مشكل ميرسي بوكو شكرا لله بارك الله فيك شكرا سمع علينا سمع الجامع ياسين صافي ياسين حبيبي بخير اهلا خويا مومو كي داير صافي لاباس عليك كلشي بخير صحه مزيانه الحمد لله كلشي بخير حبيبي اش بتقول زكيه وعيطنا للسيد ما جاوبناش جوج سمانات هو مختفي اخويا مومو انا فنقول ليها صراحه الله هذا الشيء اللي دار هو كيبين حاجه وحده هو انه ما بقاش باغي يكمل ما عندهاش شي تفسير اخر ما كاينش لانه كون كان شي اكسبليكاسيون اخرى ولا جيستيفيكاسيون غادي تكون انه مثلا يصيفط شي واحد من صحابه ولا فاميلي يقول له ودي عندي دي بروبليم انا نصبر ولا كاع الا كان غابر ما عندوش كاع لي مويان باش يتكونيكت معها اما هو يهضر معها ابل سينو عندها واحد الحل اخر الا تقدر هي ديرو انها تمشي تقصدو دارهم ولا هادي وتهضر معاه الشريف واش ما بقيتيش باغي نكمل قولها ليا نيشان والله يعاون اما باش ما يبقاش هاد لومبيغويتي هادي تبقى دايره عندها في دماغها بالبلاد بابا باش تقطع معاه الهضره نيشان شنو واش ما بقيتيش باغي نكمل وما بقيتيش باغي الله يعاون حيت كاين واحد الناس ما عندوش داك الوجه باش يقول لك بسلامه شو لك كان موعدك وعطيك لي بروميس ولعيبات وهادي تيقول صافي خلي اللهم نغبر ديسكريتمون بلا من واخا ديك الغبره اللي هي هكا كيقطع كلشي الماء والضو في دقه وحده راه كتزيد تكري المشاكل اخرى وين تبقى ما تيبقاش يعرف السبب ديال هذا الفرق مناش واش منو واش بشي حاجه واش ايوا تبارك الله خير اخويا تبارك الله خير الجميع حبيبي الله يحفظك اخويا مومو الله يحفظك اخويا ياسين وشكرا على هذه الفرصه سعيده مرحبا بك مرحبا الله يحفظك الله يبارك فيك مرحبا اخويا مرحبا مرحبا الواحد شوف تبدا ما كتعرفش حيت ما عندكش الانسان الاخر شخص اخر ما كاينش ما هضرش معاك ما قالش ليك ما قال والو ما عطاكش راس الخيط يبقى ضر راسو راس خيط يقدر يكون عندها اشارات قبل وهي ما شافتهمش ولا لمح ليها وما قدرش يواجهها وهي ما استنجات الغايب حجتو معاه دابا عيطنا عليه اللي عيطت زكي اللي بغات تجربوا لي ما جاوبش الغايب حجتو معاه والغايبه هو هنايا يوسف صباح الخير مومو اهلا وسهلا خويا صحلينا خويا حاتم صباح النور خويا صباح الخير يوسف صباح النور حبيبي كيف داير لاباس عليكم الحمد لله حبيبي واش لاباس كنت لكم نيت هاد الصباح وكل صباح كنتصنت لكم الله يحفظك اخويا اشرح لينا اخويا تفضل عيطنا لك في المشروع تاع الصباح يا استاذ هاني اخويا مومو انت بخير بعدا هانيه لاباس عليك والله ونشكرو يلا هضرت مع زكي البارح بالليل وهضرت معاه اليوم الصباح هضرت معاه صافي بيان سير هضرت معاه انا باغي السيده لا السيدة اللي من مراكش اللي قالت لكم لا كيتهرب ولا الأستاذ عتيب اللي قال لك لا كيتهرب لا قاد نورمال بالنسبة حنا لي زانفورماسيون اللي عندنا ديال جوج سيمانات أنت ما غايب نورمال نقول لك أنت يا ما عندكش كوراج أنا مطلق عندي جنيات باقي ديك السيدة وقادة المسؤولية إيوا ولكن كاين شي أمور شي أمور برصتات أنك ما كتبقاش تشوف كيقول لك 100 تخميمة وتخميمة ولا ضربها بالمقص أييه حيت ملي كنتناقشوا على شي مشاكل خصها تكون انت ماشي باستطاعتك انها خصها تكون دابا انت شنو خديتي الوقت ديالك باش تفكر في شي حوايج ماشي خديت الوقت ديالي دونك راه انا بحال هاك وتدير انت كتقطع على ما تخمم غير كنت الناس كتقطع على ما كتقطع على ما كتقطع انتيا العلاقه على ما كتشوفش غدير لا ما كتقطعش العلاقه لا وراه اي جوج راه داروا ولا ما كيتخاصموا واخا فهمتي راه تصالحنا البارح في الليل وهضرنا اليوم الصباح هذا بعد باش هضرنا وصنت لك من الصباح وانا كنصنت لك وسجلت التسجيل اللي داز قبيله ديال المشموم تيست نيت وصيفطتو ليها وبقى زعما كتضحك قالت لي علاش ما جاوبتيش انا شي فور طاكسي راه ما الله يسهل لك الامور اخويا تقدت الامور صافي انا باقي باغي ديك السيده ما تخبرش اصاحبي مابقاش تخبر اصاحبي كنتو مخاصمين دابا تخبر اصاحبي خويا حاتم صباحك مبروك ختي لاميه صباح النور الله يحفظك يوسف حبيبي الله يعاونك ويخلي يسهل لك الامور اخويا شكرا خويا مومو شكرا صافي دني عيطتي دنيتينا صافي اي والله يكون بلاصه كانوا مخاصمين وما تيهضروش بيناتهم داك الشيء علاش واخا فهمتي لا لا بلا ما يطول الخصام ديروا معنا ايوا شوف انتم تبين كيفيني بيان بارك
راكم سعد. كلشي كاين، كلشي موجود، كلشي هنايا صافي. لي شوف لي تلف لي شي واحد معنا الاذاعات يتخادو تلقى 0 35 30 330 330. عيطوا ستوندار اذاعات يتخادو 0 35 30 330 330. وإذا بغيتو ديروا معنا الماش ممتاز وتجربوا في الماش ممتاز مرحبا 0 35 30 330 330. سيداتي يعني ساتي وسادتي، هذا رماش موم تيست باش نعيطوا معكم اللي بغيتوا، اللي عندكم علاقه واللي كتشكوا فيه وما بقيتوش مرتاحين، نعيطوا ونجربوا وترتاحوا باش ما كان سوا العزلكم عزلكم جاي ترتاحوا. زدي معاك اخبارك بخير؟ مرحبا سي مومو كبير، نهار كبير هذا فاش هضرنا معاك. مرحبا يا مرحبا والله يا سيدي مرحبا. عرفتي شحال هذه؟ عرفتي شحال هذه وانا كان 15. ايوا جات المناسبه اليوم باش نديروا المشموم تيست ونجربوا الزهره. داكشي اللي كاين بارك بارك الله فيك. هادي عام وانت مع الزهره سي محمد ياك؟ وي خويا ايه. واخا انت مطلق عندك جوليدات؟ اه ايه. واخا حبيبي، وما علاقة هذا بالزهره؟ علاقة بالزهرة هاد الايامات وليت كنشك فيها شوية، تليفون كنلقاها ديما اونلاين ديما اونلاين، كنقول لها مام كتهضري كتقول لي انت كتشك فيا انت ما كتشك فيا. المهم ولات العلاقة شوية متوترة. وانت علاش كتسولها مام ما كتهضرش كدير في التليفون؟ لاحظها ديما؟ هو ضروري خصني نهضيها، راه كنبغيها. لا كتبغيها ماشي معناتها تحضيها، بالعكس كتبغيها كتبغيها وكتبغيك. واحد النهار لقيت لقيتها كتهضر في التليفون مع شي حد ما عجبنيش الحال. مع من؟ صافي كنهضر مع واحد ماشي مع واحد السيد. اش كتقول ليه؟ كيقول لها؟ يمكن دايره مع شي علاقه هي في التليفون بحال هكا، ملي جيت انايا قالت لي راه داك الشيء غير في التليفون ما بيني ما حتى شي حاجه، قلت لها وملي ما بينك ما حتى شي حاجه شنو؟ انا شنو؟ انت شبيتيني انايا؟ انا ما تخلينيش انا نتعلق بك ترى الدرجه وتجي دابا تقول لي. قالت لي لا صافي راه داك الشيء مشى انا ما عجبنيش الحال. واخا. صافي من بعد رجعت ليها. واخا. هكاك. دابا انت عندك دابا هي عندها السوابق معاك انتيا. البارح كنت مريض شويه وكانت كتهضر معايا وتقطع التليفون ديما، انا التليفون ديما معها اون كونتاكت ما كيتقطعش الخط ديما. البارح كنت عيان واحد شويه. ياك لاباس؟ تقطع الخط ما بقاش عاودت لي. صافي بقى فيا الحال. تخاصمت معاها. واو. هذه الدرجة؟ شوية ماشي بزاف كاع ديك الخصومة كاع شي حاجة شوية بحال هكا صافي. والأغلبية أنت اللي كتعيط لها، أنت اللي كتصل بها. أنا اللي كنتصل بها. واخا. دابا أنت العلاقة ديالك راك مطلق عليك جوليدات، معناتها أنه أنت باغي تزوج عاوتاني. أنا باغي هاد السيدة. واخا. بغيت هي راه عارفة هاد الشيء، عارفة كل شيء. وهي قابلة عليك؟ قابلة، غير داك الشوية اللي عندي أنا ديال الشك واللي باقي عندي واحد شوية. واخا. يعني مثلا بغيتي تخطبها السمانة تقدر تخطبها هاد السمانة. إن شاء الله. بحول الله الله يكون بالخير. واخا نعيطوا للزهره جربوها، ثلاث شروط مهمه جدا في المشموم تيست. المشموم تيست هو التيست تقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، تقدر تعزك انت ما تعزكش انت، الى ما عزاتك انت غير بلاتي احسن. وثالثا خصك لابد تهضر معاه في الاخر باش ما كان. واخا واخا سيدي يكون الخير. شي كنتمناو علما انه علما انه هي عندها معك شي صوابق من ناحيه الهضره في واتساب هادشي كامل. واخا سي محمد نعيطو يكون خير. الو الو السلام عليكم، اش اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله اختي لاباس. الحمد لله. ياك ما فيقتك من النعاس؟ لا جالسه صافي صافي. واخا نقدو ليك راسي، معاك فاطمه من شركه ورد المغرب. حنا واحد الشركه كنبيعوا الورد، المقر ديالنا كاين في الرباط، ومره مره كندير واحد القرعه صغيره باش كنعرفوا اكثر بالمنتوج ديالنا. ومبروك عليك، راه تهزلت نيميرو التليفون ديالك ولا كربحتي معنا مشموم ديال الورد، تقدري تدي الحبيب الخطيب ولا الزوج ديالك لما تبغيتي هذا المشموم اللي ربحتي، وكلشي على حسابنا فابور ما تخلصي والو. لمن تبغي تهديه؟ انا ديال واحد الشخص عزيز عليا. واخا شنو السميه ديالو؟ سميتو محمد. محمد انتم في علاقه؟ ايه. داكور، شنو بغيتي تكتبي ليه مع هذا المشموم؟ بغيت نقول ليه انت راك عزيز عليا، اغلى شخص عندي في الدنيا وما نقدرش نخليك. واخا وين مدينه كاين هو محمد؟ كاين في قنيم. المهم حنايا الصباح مخاصمين شويه. الله يخليكم بدياتكم. امين. ايوا ما تبقايش تهضري مع الدراري في الواتساب. هادشي اللي بغيت نعرف. صافي تأكدتي؟ صافي اختي ماما بارك الله فيك، شكرا. هضر معاها هضر معاها شتي بعدا
قلت لك قلت لك راه غنديرها راه دابا كلشي كيتصنت لينا راه اغلبيه كيتصنتوا لينا راه كنبغيك نموت عليك وما نقدرش نخليك. الله يكمل كل خير. الله يكمل خير. الملعين سمعكم هذا الصباح على الاذاعات يتقدم. مرحبا خويا سي محمد. شكرا الزهره. شكرا بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. ديروا معنا المشموم تيست ممكن 0530 300 300 0530 300 300.